احنا ما راناش متقبلين باللي الجيري ماشي يلعب مونديال 2022 في قطر. باينه هذه خاص عندنا ظلم تحكيمي، ظلم تحكيمي في مباراه مع كاميرون، ظلم تحكيمي. لعبنا ماتش في كاميرون ربحنا 1-0 ولينا هنايا صراتنا مشكله مع الظلم التحكيمي. وشكرا. شغل تشجع المنتخبات العربيه في ان شاء الله؟ انا عندي تونس والمغرب. هذا مكان واش تقول للمنتخب زعما ارائك في جيراننا تونس والمغرب؟ وارى زعما ارائك في الراي تاعك زعما في المنتخب الوطني مستقبلا ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله مع جمال بلماضي، مع جمال بلماضي فيها خير ان شاء الله. وان شاء الله مع جمال بلماضي منا 2026 وين كوب دافريك 2022 كوب دافريك ان شاء الله، بطولات كوب دافريك وكوب ديمو غادي نوصلوها 2026 في امريكا ومكسيك وكندا. الفريق الوطني حقيقة إقصاء مر في من مونديال قطر، يعني مونديال عربي تمنينا باش نكونوا في قطر، لكن ربما 20 ثانية الأخيرة في المقابلة ضد الكاميرون كانت هي الفيصل في هذا اللقاء الذي حرمنا يعني من حقيقة من فرحة وتأهل وربما مزيد من الأفراح والنجاحات والإنجازات للفريق الوطني. هي هذه هي كرة القدم، فيها الخاسر فيها الرابح، لكن الأنصار كذلك هم يعني من حقهم انهم ما دام يشجعوا الفريق الوطني وما عندناش غيره من حقهم انهم ينتظروا الافراح مع هذا الفريق، لكن ما زال الامل يعني قائم ان شاء الله في مناسبات اخرى. لكن مونديال قطر نتمنى ان يكون يعني فرجه لكل العرب، يعني يكون ناجح لانه يمثل كل الدول العربيه. وبالنسبه للكاميرون، الكاميرون هو منافس الذين تتبع كل ما يحدث بالنسبة لهذا الفريق. مؤخرا قضية تجارية مع علامة فرنسية للألبسة ربما فصل فيها، يعني المونديال على بعد أيام فقط، ما نظنش غادي يكون فيه جديد أكثر من هذا. ونتمنى التوفيق للفرق العربية المشاركة في هذا المونديال الذي سيكون عربي، وإن شاء الله الفريق الوطني في الاستحقاقات القادمة في الكأس الإفريقية وفي كأس العالم التصفيات المقبلة إن شاء الله، إن شاء الله يصنع الحدث ويعود للواجهة إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني. وإن شاء الله الأنصار يتفهموا هذا الأمر، لأني أنا إحنا كذلك إحنا ناصر الفريق الوطني وتمنينا يبقى من حقنا أن نتمنى نكونوا في المونديال، لكن ربما فرص أخرى إن شاء الله نكونوا من بين المتأهلين إن شاء الله. فيما يخص مقابلة المنتخب الوطني الأخيرة مع منتخب الكاميرون للتأهل لكأس العالم، الأنصار ما تجرعوش هذيك الهزيمة باسكو كان فيها تحيز من الحكم باين واضح، لحد الآن ما تقبلوش الفكرة، راهم يستنوا في المستجدات كاش ما يبان جديد وكلش، مازال لحد الآن طامعين متأملين في هذيك كاش مستجد إن شاء الله. كيف ترى مستقبل المنتخب الوطني في الظروف الراهنة الآن؟ التأهل مستحق الاستحقاقات القادمة؟ هي مادام الكوتش بالماضي معاهم راه كيما قالها تقل المجموعة تقريبا نفس التوليفة، نفس الفكرة، نفس راهي تدمشى، أنا تبان لي المنتخب الوطني مازال يبقى في الأوغمونطاسيون تاعها إن شاء الله. إن شاء الله يشجعوا إن شاء الله في المونديال إن شاء الله. هذا أكيد يشجعوا المنتخبات العربية بإذن الله. كلنا عرب إن شاء الله. مشاهدين قناة بولا، بون بالنسبة للأنصار ما للآن مازال ما تجرعوش من راح نشوفوا كأس العالم بدون الفريق الوطني. إلى رجعنا على حيثية المقابلة كانت باقيتنا 20 ثانية على التأهل، للأسف أنا مالجيري هذيك لي 20 سكوند، يعني كرون بارتي دو ريسبونسابيليتي تاعنا تاع لي جوار، مي بون دروك أوني أوبليجي داكسيبتي، لكن نتقبلوا باللي ما راحش يكون الفريق الوطني. اللي خلينا نتقبلوا ثاني كنا نقدوا يكون عندنا نقد خاص لينا، ولو ان راح نشوفوا اول مره تندار كاس العالم في بلد عربي فريمون صافي كيما يقول لك سي ديفيسيل دافالي هاد لا ديفيت، مي بون انا با لو شوا اوني اوبليجي داكسبتي. هذه هي في الكره كاين فوز وكاين هزام، مي العبره هي لو كان نعاودوا ندوا لي لوسون شاك ايرور اي بور افونسي. هذه هي، والسلام عليكم.